حمص يلعب واحدة أمامية والكرة لو نطت هتعمل مشكلة، نطت مرتين فعلا وهو وجول جول أخيرا يا ولد يا ولد دودو الجباس. بقول لكم لو الكرة نطت مشكلة فعلا، نطت الكرة على الأرض خطفها الجباس على طول وحط جول جميل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. مجتهد جدا في مباراة اليوم وبيحاول في كل كوره وبيقاوح في كل كوره، ودايما اللعيب المجتهد ربنا بيكرمه في النهايه. بصوا نطت وبعدين نطت مره تانية وعملت المشكله اللي انا متوقعها، ودودو الجباس يحط جول على طول جميل. ادي الكوره اهي بعد ما نطت خطفها يا ولد يا لعيب يا ولد يا ولد، حطها جميله جميله جميله. دودو الجباس قطع حلو قوي للكوره، سندها وعدلها على يمينه وحطها بوش رجله الداخلي في الزاويه البعيده اثناء تقدم عصام الحضري. جول جميل جدا 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 ويعبر بيني وبينكم بصراحه عن